لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ونبدأ بالعناوين. في الهيئة، نأت الهيئة تحذر من الانفلات الكبير للقوات العسكرية والأمنية والنهج الخطير الذي تستخدمه ضد المواطنين. في صحيفة الزمان، الكهرباء تعزو تراجع تجهيز الطاقة إلى انحسار الغاز. في صحيفة المدى، بيئة العراق مدمرة بعد عقود من حروب وانبعاثات غازية وأدخنة تنفثها آبار نفطية. في صحيفة القدس العربية، الأحزاب تتصارع حول كنز الحكومة، والعراقيون مشغولون بأزماتهم. في العربي الجديد، 225 ضحية، نصفهم أطفال ونساء، بقروقات النظام وروسيا في شمال سوريا خلال عام 2021. في صحيفة الديلي تلغراف، هل يسير العالم نحو حرب عالمية جديدة؟ وفي موقع عربي 21، العفو الدولية، دول غنية تخزن اللقاحات وشركات أدوية متواطئة. السلام عليكم. عن التقلبات الديمقراطية في العراق والمحكمة الاتحادية، كتب جاسم الشمري مقالا في موقع عربي 21، جاء فيه: التجربة الديمقراطية العراقية التي ولدت بعد عام 2003 هي تجربة في طور التكوين، وهي لم تنضج رغم كل السنوات السابقة الكافية لنموها، ويفترض بها أن تكون قد وصلت الآن إلى مرحلة الشباب أو النضوج الفكري، وهذا التأخر نتيجة طبيعية لعدم تطبيق روح الديمقراطية في عموم مفاصل حياة الدولة، وبقيت الكلمة الفصل للسلاح والترغيب والترهيب والمال السياسي، والتي سحقت أمامها إرادة الناس واختياراتهم. هنالك دلائل قوية على إصرار المالكي على رئاسة الحكومة المقبلة، ولهذا أظن أن هنالك مواجهة مرتقبة بين الصدر والمالكي حول المنصب. وعقدة أو جدلية ضرورة مجيء المالكي لرئاسة الوزراء ستدخل البلاد في موجة جديدة من الجدل السياسي، ولا ندري كيف ومتى وبأي ضريبة باهظة ستخرج البلاد من تهاليز هذه الأزمة المرتقبة. واقع الحال الديمقراطي مهلهل، والديمقراطية العراقية تختلف عن ديمقراطيات غالبية دول العالم، وربما هي ديمقراطية مفصلة على حالة غير ناضجة، وبالنتيجة لا يمكن توقع جني الثمار الطيبة منها. إن النبتة الديمقراطية العراقية بحاجة لأرضية صالحة لنموها، ولهذا فبناء المجتمع المستوعب للديمقراطية هو السبيل الأمثل لنجاح الدولة. والديمقراطية التي لا تساهم في بناء الوطن وتطبيق القانون ومعالجة الفساد وتجديد قوى المجتمع وتحقيق الانسجام الوطني هي ديمقراطية فاشلة وسقيمة، بل هي مظهر من مظاهر الدكتاتورية القاتلة. وعليه فإن الرقي الفكري للمواطنين يقود بالمحصلة للرقي في الاختيار والنضج في الممارسة الديمقراطية. إن المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي مارسوا أبشع صور التنديد والتهديد، ولدرجة أنهم حاولوا قسم ظهر النظام السياسي في البلاد، وبعدها اعترضوا على نتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية التي ردت جميع طعونهم. ويضيف الكاتب: الديمقراطية تعني قبول الفوز والخسارة واحترام الطرف المنافس، فهل المناخ الديمقراطي العراقي مناخ صحي، أم أن الواقع خطير ومليء بالمنغصات والمهلكات؟ يقول الكاتب حيدر الأجودي: إن يد الطاقة الإيرانية تحكم قبضتها على العراق، حيث يعيش العراقيون صراعهم مع يد إيران الطولة في أراضيهم، وهذه يد تطال الأخضر واليابس وتحط رحالها في قطاع الطاقة وترمي بثقلها فيه، تاركة العراق في خيارات يائسة للممتنع والصعب اليسير، انحسار كبير يعيشه العراق.
في كميات الغاز المستورد من إيران، وعلى الرغم من وجود اتفاقات مسبقة بين الطرفين تنص على تزويد طهران لبغداد بسبعين مليون متر مكعب يوميا من الغاز صيفا وخمسين مليون متر مكعب في الشتاء، إلا أن إمدادات الغاز الطبيعي الإيراني تراجعت، الأمر الذي أثر سلبا على المحطات الكهربائية العراقية. لماذا يحتاج العراق إلى استيراد الغاز بكميات كبيرة؟ لماذا الغاز الإيراني على وجه الخصوص؟ منذ سنوات يعتمد العراق على الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء، واتفقت بغداد مع طهران على تزويدها بنحو 70 مليون متر مكعب من الوقود يوميا في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء بسبب حرارة الجو في البلاد. أما في الشتاء فتأتي بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني إلى العراق. وخلال السنوات الأخيرة انخفضت الإمدادات الإيرانية من الغاز متسببة بأزمة كهرباء في العراق. هذا التراجع أدى بحسب السلطات العراقية إلى فقدان بنحو 3400 ميجاوات من الكهرباء، علما بأن الحاجة اليومية للعراق من الكهرباء تتجاوز 30,000 ميجاوات، وهي أعلى من قدرة البلاد على إنتاج هذه الكمية، والتي تقدر استطاعته ب20,000 ميجاوات، والتي أيضا تعتمد بالدرجة الأولى على واردات الغاز الإيراني. قد يخطر في ذهن المتابعين كيف لبلد غني بالنفط كالعراق أن يكون بحاجة إلى استيراد الغاز من أجل إنتاج الكهرباء. المسألة هنا ببساطة تتعلق بعدم امتلاك العراق للبنى التحتية الملائمة لجمع الغاز في حقول النفط وتوجيهه بعد ذلك إلى توليد الكهرباء. وبحسب التقارير فافتقاد العراق لقدرات جمع الغاز والاستفادة منه في توليد الكهرباء أدى إلى إهدار البلاد نصف الغاز الطبيعي الموجود عندها والذي يصدر من حقول النفط. وفي هذا السياق قدر البنك الدولي حجم حرق العراق الغاز المرتبط بالنفط بنحو 18 مليار متر مكعب، مما يجعله في المرتبة الثانية عالميا في إحراق الغاز بعد روسيا. أزمة الغاز والكهرباء والمياه ليست وحدها العالقة بين بغداد وطهران، بل هناك أزمة تتعلق بمسألة السيادة العراقية والتدخلات الإيرانية من خلال أذرعها الحزبية والعسكرية الموجودة في العراق بما خفى وما ظهر، حتى أن البعض لم يتردد بتلخيص المشهد على أنه هيمنة مطلقة. نشر موقع إنسايد كلايمت الأمريكي المعني بمواضيع البيئة والتلوث تقريراً مطولاً عن الوضع البيئي في العراق، أشار فيه إلى أن عقوداً من حروب وفقر وحرق وقود من حقول استخراج النفط قد ألقت بتبعاتها على تدمير بيئة البلد، وما لذلك من آثار صحية خطيرة على الأهالي، فضلاً عن تلوث الحياة البيئية بشكل عام. يشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها عام 2005 أنها تقدر وجود عدة آلاف من المواقع الملوثة في العراق، وبعد ذلك بخمس سنوات كشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز اللندنية أن الجيش الأمريكي خلف وراءه ما يقارب من 11 مليون رطل من مخلفات سمية تركها في العراق. اليوم البلد ما يزال تنتشر فيه مواد خطيرة مثل اليورانيوم المنضب والديوكسين اللذين لوثا التربة والمياه. وعلى قمة كل هذه الأمور فإن العراق يعد من بين أكثر البلدان تأثراً بالتغير المناخي الذي تسبب أصلاً بقلة مناسيب المياه في البلاد ومشكلة الجفاف المزمن. واستناداً لأطباء عراقيين فإن كثيراً من الحالات المرضية المتعلقة بالتلوث البيئي في العراق تنحصر بمعدلات السرطان العالية والتشوهات الولادية وأمراض كثيرة أخرى. ودعم بحث أولي أجراه علماء محليون هذه المزاعم، وبينما أقرت الحكومة أن سبب التلوث ناجم عن الحروب وطبقت بعض البرامج العلاجية، فإن قلة من المنتقدين ممن يعتقد بأن هذه الإجراءات ستكون كافية لمعالجة مشكلة بيئية وصحية عامة تكون مكلفة. الخبير البيئي الألماني ويم زوينبرغ يقول: تاريخياً غالباً ما لا تعطي حكومات أولوية للأبعاد البيئية للحروب، مع ذلك فإن آثار الحروب المدمرة للبيئة تظهر مستقبلاً. وكشف الخبير الألماني عن وجود تلوث في العراق
ويشير إلى ضرورة إجراء بحوث إضافية لغرض تنظيف البلاد من السموم المضرة وتوفير وتخفيف المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأهالي القاطنون في مناطق شهدت معارك وحروب. الفلوجة، المدينة التي شهدت معارك عنيفة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، تشهد ارتفاعاً بحالات التشوهات الخلقية بين أولاد المدينة. واستناداً لمقال نشر على الجزيرة عام 2012، قدرت طبيبة الأطفال سميرة العاني أن 14% من ولادات الأطفال في الفلوجة يأتون مشوهين ولادياً. هذا المعدل يفوق المعدل العالمي بالضعف. يتساءل الكاتب عمر المرابط، هل طوت عام 2021 صفحة الربيع العربي؟ مطالبة بالحرية والكرامة، مناهضة للفساد والاستبداد، قامت الثورات العربية التي مر عقد على اندلاع شرارتها انطلقت على حين غرة من أهل السلطة والحكم والنفوذ في البلدان العربية، فجاءتهم ولولا عنصر المفاجأة لم استطاعت إطاحة أنظمة شمولية قاسية وأجبرت أخرى على أخذ إصلاحات سياسية عميقة، كما اضطرت غيرها إلى ردود فعل تباينت بين استعمال العصا والجزرة. قد لا نجازف إذا قلنا إن سنة 2021 طوت ولو إلى حين صفحة الربيع العربي، ولو لم تطوى حقا لما رأينا عودة مسارات سياسية عفى عليها الزمن، ولما شاهدنا رجوع سياسات حكومية ترجع بنا إلى القرن الماضي، ولما تجرأ الحكام على اتخاذ قرارات مرفوضة شعبياً بل وغير مقبولة دولياً، غير آبهين ولا مقترثين إلا بمن يملك قوة الإعلام والمال والسلاح، خصوصاً مع الملل والسأم الذي ضرب الشعوب وهي ترى تحول الربيع إلى خريف تضرب رياحه العاتية بلدانا قيل إنها كانت آمنة مطمئنة ولو تحت القهر والطغيان، وقيل للشعوب أن اختاروا بين الفتنة والدمار أو الأمان والطمأنينة، وهكذا تبرخر حلم التحرر والازدهار الذي ساور عديدين من مواطني بلدان العالم العربي، وانتصر الفساد والاستبداد. لقد استطاع النظام العربي في مجمله أن يحقق وحدة المصير السياسي بسيادة نموذج حكم الرجل القوي المستبد باعتباره النموذج الأمثل لبلدان قد تتجزأ أو تتقاتل في ظل حرية غير منظمة، وفي ظل ديمقراطية غير مؤطرة، وفي ظل فساد مالي مستشر، وفي ظل تهديد تطرف ديني قابع لا ينكره إلا المتطرفون وأمثالهم. يبقى الأمل في الربيع العربي هو الحل، ولا يمكن للمرء إلا أن يظن خيرا ويتفاءل، يسدد ويقارب من أجل تحسين الأوضاع وتهيئة الظروف لمواصلة الإصلاح، جاعلا نصب عينيه المصالح العليا والمقاصد الكبرى للبلد. وهذا لا يتأتى إلا بمتابعة النضال واستمرار الكفاح بأرقى الطرق الحضارية والقيام بواجب التوعية إنه التدافع من أجل مستقبل أفضل. نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية مقالا للكاتب روبرت تومس تناول فيه فرص اندلاع حرب عالمية، وقال تومس إن هناك دروسا من كوارث الماضي يجب الاتعاظ بها، محذرا من السير نياما نحو حرب عالمية ثالثة. طالما كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة بشكل واضح، وهو ما كانت عليه بشكل عام منذ عام 1945، فلن يكون هناك صدام مباشر بين القوى العظمى. عندما يصبح ميزان القوى غير مؤكد ينشأ الخطر، لأن كلا الجانبين يمكن أن يتوقع النصر. وأردف بأن مسألة تغيير الأسلحة النووية لقواعد اللعبة مرتبطة باحتمالية استخدامها فقط، وهو أمر مستبعد حالياً. ولفت إلى أن خوض الحروب يجب أن يكون أحد دوافعه هو اليقين بالقدرة على حسم الحرب سريعاً، وهو أمر صعب حالياً. وبحسب الكاتب فإن روسيا قوية لكنها في طور الانحدار، وكانت الصين حتى وقت قريب تبدو في صعود لا يمكن إيقافه، لكن اقتصادها الآن يتباطأ، وربما بدأ حكامها يشعرون بأنهم محاصرون مع بدء رد فعل أمريكا واليابان والهند والآن بريطانيا. بدورها نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا للكاتب الأمريكي من أصل إيراني بورزو داراغي، قال فيه
إن الصراعات والحروب في العالم سوف تشهد زيادات ملحوظة وغير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولخص الكاتب نقاط الاشتباك أو العنف المتوقعة في عام 2022 بالدول والمناطق الآتية: تايوان، إيران، كوريا الشمالية، أوكرانيا، أفغانستان، القرن الإفريقي وليبيا. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات الصينية تستخدم تقنيات غير مسبوقة في ملاحقة المعارضين، ولفتت إلى أن الرقابة الإلكترونية الصينية باتت تعتمد على برامج متطورة تسمح بإجراء بحوث متقدمة حول السجلات العامة والبيانات لجمع المعلومات الشخصية عن المستهدفين. أهداف السلطات الصينية تشمل طلاب الجامعات وحتى المواطنين غير الصينيين، وبحسب الصحيفة فإن طالبة تدعى جين تشين لم تكن تدرك أن حسابها على تويتر البالغ عدد متابعيه حوالي 100 متابع سيجلب لها ملاحقة من الشرطة الصينية. وأضافت أنه عند عودتها إلى مسقط رأسها وسط الصين أعادت مشاركة تغريدات داعمة لمتظاهري هونغ كونغ، وكان ذلك سبباً لأن تستجوبها السلطات. اللافت بحسب نيويورك تايمز أن حساب جين تشين كان مجهولاً باسم مستعار، وعلى الرغم من ذلك تمكنت السلطات من كشف من يقف خلفه، وأضافت أن السلطات تتابع تعقب الناشطين حتى وهم خارج الصين وتطلب منهم عند التحقيق معهم حذف تغريداتهم. أصبح لدى الصين بنية تحتية رقمية واسعة تسمح لها بمراقبة المنصات الاجتماعية وإسكات من ينتقدونها عليها. وتعرض الشرطة في الصين نحو 1500 دولار لشركات مختصة مقابل كل تقرير حول حسابات مستهدفة عبر مواقع التواصل. إلى خبرنا المنوع من صحيفة القدس العربي، حيث اعتقلت البحرية الإندونيسية في دين باسار 21 شخصا وثلاثة قوارب خشبية في مياه منطقة سيرانجان بزعم محاولتهم تهريب 32 نوعا من السلاحف. وعرضت السلطات بعض أنواع هذه السلاحف في مؤتمر صحفي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.